ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا جماعة لو ان احنا جبنا نملة وحطناها تحت عدسة مكبرة بتكبر الحاجة 100,000 مرة، تخيل، ولو بصيت على النملة ديت من العدسة المكبرة هتعتقد ان هي وحش ضخم جدا وهتخاف منها وهتترعب منها. اهو ده اللي احنا عملناه مع الدنيا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها انها احقر من جناح البعوضة. جبنا جناح البعوضة وحطناه تحت عدسة مكبرة كبرتها 100,000,000,000 مرة، فاصبح الدنيا في تصورنا وفي قلوبنا لها مقام اعلى بكتير جدا 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 من المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعتبر فيه الدنيا. هي بالظبط هو نفس المثل يا جماعة. يعني الواحد كان في المقابر من يومين وقت الظهر وكان في جنازة، كان الحر مخلي الواحد واقف في الظل، والله يعني الواحد كان بيفكر ازاي هقدر امشي في الحر، ازاي هقدر امشي في هذا الحر الشديد. واحنا ماشيين في الجنازة بص للناس، يا رب الناس دي مش معتقدين انهم رايحين يدفن واحد تحت التراب، يا رب الناس دي ما بتفكرش في المصير اللي هتقول اليه طول لغاية ما الميت اتدفن ولغاية ما الناس مشت، والواحد قاعد يفكر احنا عاقلين ولا مش عاقلين يا جماعة. الناس ليه وهي حتى واقفة في الجنازة مفيش اي حد بيفكر في الموت ولا اي حد بيعتبر بالموت، رغم ان احنا قدامنا مراحل كتير الله اعلم هنعمل فيها ايه. قدامنا الموت وقدامنا القبر وقدامنا القيامة وقدامنا ربنا ينجينا من النار، قدامنا الموت. احنا اتكلمنا عن الموت وما اتكلمناش عن حاجة اخطر 1,000 مرة من الموت، اللحظة اللي بعد قبض الروح، الخمس ثواني اللي بعد قبض روحك، الثواني اللي انت هتعرف فيها انت مصيرك ايه، انت من اهل الجنة ولا من اهل النار، الثواني اللي انت بتنتظر فيها ان مصيرك هيتحدد فيها. الثواني دي يا جماعة انت عملت حسابها ولا ما عملتش حسابها؟ انا مش عايز اعيش في التجربة دي. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. ده مش ساعة الموت، ده قبل الموت. تتنزل مش تنزل، ملائكة ورا ملائكة ورا ملائكة، افواج ورا افواج ورا افواج. طب ليه يا رب ما كانت الملائكة مع بعضها وخلاص؟ لا، اصل كل فوج نزل ببشرة غير تاني. الفوج ده نزل يبشرك انك من اهل الجنة، والفوج ده نزل يبشرك برضوان الله، والفوج ده نزل يبشرك انك انت في الفردوس الاعلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والفوج ده نزل يبشرك بمغفرة الذنوب، والفوج ده نزل يبشرك بالوقاية من عذاب القبر. افواج وملك الموت لما يقبض روحك، ملائكة الرحمة ما تسيبش روحك في ايده ثانية واحدة، تاخد روحك في حنوط من حنوط الجنة، تطلع بيك السماء، كل ما سماء تطلع بيك اليها الملائكة تفتح لك الباب بتاعها، والسماء الثانية تتفتح لك، والثالثة تتفتح لك، والرابعة تتفتح لك، والخمسة تتفتح لك. سبحان رب، ده احتفال ملائكي مهيب بان روحك المؤمنة بتصعد الى الله سبحانه وتعالى وبتلقى ربها سبحانه وتعالى. ده ولا ده يا جماعة؟ ملك الموت لما جه يدخل على الملك حسين ما استأذنش من الحرس اللي حواليه، ولما هيجي يدخل عليك مش هيراعي نظرة الرعب والهلع اللي على وشك، ولا هيراعي نظرات الحسرة على وش اللي واقفين حواليك، ولا هيحزن عليك انك انت شاب وروحك بتقبض وانت لسه صغير. ملك الموت يا جماعة، انتوا حد منكم قبل كده دخل امتحان وما جاوبش فيه؟ وساعة تسليم الورقة، ساعة اخر دقيقة لما خلاص الوقت خلص والمراقب بيشد منك الورقة وانت عارف ان اجابتك ما تكفيش انك تنجح، بتسلم الورقة كأنك بتسلم روحك. اهو ده ساعتها ورقتك بتتسلم في اللحظة دي، خلاص اعمالك بتتقفل وبتتسلم في اللحظة دي. تخيل انت ساعتها عارف ايه اللي في ورقتك، وعارف الورقة دي يرجى منها النجاح ولا لا يرجى منها النجاح، موقفك هيبقى ساعتها ايه؟ ده الموت، ده لسه ما دخلناش في القبر. وما ادراك ما القبر، وما ادراك ما عذاب القبر، وما ادراك ما نعيم القبر. عذاب القبر، شوف الحديث بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، حديث سمرة بن جندب الذي قال فيه سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الفجر التفت الى الصحابة، او كثيرا ما صلى الفجر فيلتفت الى الصحابة ويقول: هل رأى منكم اليوم احد رؤيا؟ انا لو سألتكم السؤال دلوقتي، في واحد منكم شاف رؤيا بليلة امبارح يا جماعة؟ الرسول عليه السلام بيطمن، علاقتك بالله بقى شكلها ايه؟ اتصال قلبك بالله بقى شكله ايه؟ بقيت انسان رباني وربنا بيعاملك بالرؤى والصالحة ولا لسه؟ هل رأى منكم اليوم احد رؤيا؟
فصيل الدم ايه بي موجب يا جماعة؟ ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فصيل الدم ايه بي موجب؟ فالله سبحانه وتعالى بيعاملك بالرؤى الصالحة ولا لسه؟ أرأى منكم اليوم احد من رؤيا؟ ثم مر التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصحابة وقال لهم انه قد اتاني الليلة اتيان، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فذهب بي فاذا برجل مطبع، رجل نايم، واذا برجل قائم عند رأسه ومعه صخرة يهوي بها على رأسه فيسلغ رأسه، يعني يجيب رأسه دي حتة يخليها فرافيت يشقها، يشق رأسه فتتدهده الصخرة، الصخرة تضحك، يروح يجيب الصخرة يكون رأسه التأم التاني فيسلغ بها رأسه. فقال رسول الله ما هذا؟ سبحان الله. فقال له انطلق انطلق. فانطلقت فإذا برجل منطبع لقفاه، رجل نايم على قفاه، وإذا برجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه الى قفاه، يقوم جاي قاصص من بقه الغيت قفاه، ثم يشرشر من خاره الى قفاه، ثم يشرشر من عينه الى قفاه، ده نص الوجه الاولاني، ثم يلتفت الى النصف الثاني من الوجه فيشرشر من الفم الى قفاه، ومن المنخر الى قفاه، ومن العين الى قفاه، حتى يلتئم النصف الاول فيعود، ثم يعود ثم يعود. فقال رسول الله سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت فاذا انا بتنور، واذا باصوات لغط وصراخ، اصوات جاية من جوه، اصوات لغط جاية من جوه، واذا بنار من اسفل التنور كلما هاجت فيه رجال ونساء عراء صاحوا كلما هاجت حتى يكادوا ان يخرجوا منها ثم ترجع النار مرة اخرى. فقلت ما هؤلاء؟ فقالوا لي انطلق انطلق. انتوا عارفين دول مين يا جماعة؟ انتوا عارفين في رواية اخرى للبخاري لنفس الحديث قال ايه؟ فانهم يعذبون هكذا الى يوم القيامة. يعني ده عذاب قبر، يعني دي حاجة بتحصل في عذاب القبر باستمرار من لحظة الدفن الى قيام الساعة. لا يا رسول الله، الرجل الاولاني اللي بياخد بالصخرة على دماغه كان يرفض ان يأخذ القرآن، لما كان يتعرض عليه القرآن، لما كان يتقال لها ربنا قال على الحجاب كذا وكذا كانت ما تسمعش، لما كان يعرض عليه دين ربنا والالتزام ما كانش يسمع وينام عن الصلاة المكتوبة. طب والرجل اللي بيشرشر شدقه ده كان بيعمل ايه؟ كان يكذب الكذبة فتبلغ الافاق، اللي بيطلعوا اشاعات على اصحابهم، واللي بيطلع اشاعات على صاحبتها، والكذبة تبلغ الافاق وخلاص وطلعت عليها. طب امال الباقين اللي هم في الفرن دول والعياذ بالله، هؤلاء هم الزنا والزواني. يا ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل ابرق يبقى تابوت من جمر يتفل عليك؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه الشهوة اللي تستاهل انك تدوق الرعب ده؟ ده والله يا جماعة مش العذاب، الرعب نفسه، الانتظار نفسه. ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل في هذه المواقف؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذه الاهوال فليجتهد المجتهدون، لمثل هذه الاهوال فليقم الليل القائمون، لمثل هذا القبر، لمثل هذا القبر فليتب التائبون، لمثل هذا فليصم الصائمون وليتصدق المتصدقون. عايزين نفوق يا جماعة، انا عايزك تفوق فوق. انت الوقت فوق الارض شوية وهتبقى تحت التراب، انت الوقت ساكن في بيت واسع شوية وهتبقى في قبر ضيق، انت الوقت شكلك جميل ورايح جاي شكلك جميل في المروح والمجي شوية وجسمك كله هيتنفخ وهينفجر والدود هيجري في لحمك وهيجري في بطنك وهيجري في كبدك وهيجري في قلبك وهيجري في مخك وهيجري في عينيك وودانك ومش هيسيب حتة فيك. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق. احنا الوقت فوق الارض، طب شوية هنبقى فين؟ تحت الارض. احنا عايزين نقول ان الحديث ده بيقول لنا ان تحت رجلنا الوقت في احداث رهيبة بتحصل. الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الاحزان اللي فوق الارض، والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الافراح اللي فوق الارض، والاعداد اللي تحت الارض من 10,000 سنة المنصورة موجودة والاجيال بتدفن فيها جيل ورا جيل. الحتة دي كان ممكن من 1000 سنة مقابر، وحتة المشاة اللي الشباب بيقفوا عليها الساعة واحدة بالليل يشربوا حشيش ومعرفش يعملوا ايه لعلها كانت من 3,000 سنة مقابر. والحل الوقت ايه؟ انك انت واقف بتعصي ربنا وتحت رجليك كل الاحداث دي بتحصل، تحت رجليك تحت رجليك. طب ده الاحسن ولا اللي هيدخل القبر فتضمه الارض ضمة الام اللي بنرجع لها؟ ده مين ده؟ ده اللي رجع بخمس فروض كان بيصليهم في اليوم، ده اللي رجع بدروس كان بيحضر، ده اللي رجع بقرآن كان بيحفظه، ده اللي رجع بعنان كان بيغطاها، ده اللي رجع بقرآن كان بياكلوه اناء الليل واطراف النهار، ده اللي رجع بحب وخشية وتقوى لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي الارض هتضمه. قال وبعد القبر هنعدي الى القيامة، يوم القيامة، وما ادراك ما يوم القيامة.
لحظة القيامة بس، كفاية لحظة وانت لسه قايم من القيامة وفوقك اطنان تراب، وانت بتفوق وانت لسه في الارض، هتشيل الاطنان دي امتى وهتطلع امتى، والفزع في الظلام اللي انت هتطلع عليه. لحظة القيامة العاصي لله كل الناس هتتبرأ منه، ابليس هيتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ما عادش يدفع من لكم حاجة ولا انتم تقدروا تعملوا لي حاجة، خلاص اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. الشيطان هيتبرى منك، ده انت اصحابك في الشلة واللي كان بيغويك واللي كان بيورثك واللي كان بيجرأك على المعصية واللي كانت بتجرأك على المعصية هيتبروا منكو. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. والعياذ بالله، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. نفسك تتبرأ منك، ايديك ورجليك، ايديك حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم، ده اعضاء جسمك انت، بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ده انت اللي هتتعذبي، ده انت اللي هتبدلي كلما نضجت في النار جلود اخرى، ده انت اللي هتتشوي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. سبحان الله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى له وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل الانسان يتعرض لمثل هذه العذابات؟ كل الناس تتبرأ منك، الشيطان يتبرأ، نفسك تتبرأ منك وتفضل لوحدك. العاصي لله ده لوحده عند الموت، والوحده في القبر، والوحده في القيامة، والوحده في النار والعياذ بالله. لوحدك عند الموت، اصحابك مهما كانوا بيحبوك مش هيدفنوك، ريحتك هتقلب الشوارع اللي حواليك كلها. طب وبعد كده الشاب اللي الله يرحمه مات، اصحابه طلعوا تاني يوم رحلة، تاني يوم لوحدك هتفضل. ولو ما كانوش طلعوا الرحلة ولو كانوا وقفوا على قبره وقعدوا على قبره اسبوع كامل كان فضل لوحده برضه بعد كده. طب وبعد كده تلاقي نفسك وسط ملائكة العذاب لوحدك لو انت عاصي. ملائكة عذاب ايه؟ ده انا مسلم، انت بتقول ايه؟ ملائكة عذاب، هو قاتل الماء كان مسلم ولا كافر؟ مسلم، كان مسلم واحد بالله سبحانه وتعالى، كان مسلم ولكن من بني اسرائيل، قاتل الماء. ونسبة ملائكة العذاب تختصم مع ملائكة الرحمة، بتقول احنا اللي نقبضه. يبقى المسلم حتى لو عاصي لله ممكن ملائكة العذاب هي اللي تقبضه بعد كده في النار. روي انه يغلق على اهل النار توابيت من جمر حتى يظن كل واحد منهم انه لا احد يعذب في النار الا هو، والعياذ بالله، عشان يبقى في عذاب الوحدة كمان. طب وبعد القيامة؟ لا بعد القيامة استنى، ده في ناس اصلا بتمتع في القيامة، ده في ناس من وهي طالعة من يوم القيامة اصلا طالعة من التراب. وتتلقاهم الملائكة، مش وتلقاهم، تتلقاهم ملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا، وفوق ملائكة من هنا عشان الملائكة تطمنك بانوار الملائكة في ظلمات المحشر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعد الموضوع من يوم القيامة يجي موضوع النار. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لأهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا تكلمون اكبر عذاب يتعرض له اهل النار انهم محرومين من كلمة يا رب، انهم ما ينفعش يقولوا كلمة يا رب، ما ينفعش ينطقوها، ما يقدروش يقولوا كلمة يا رب. الكلمة اللي احنا قدامنا ان احنا نقولها ليل نهار يا جماعة. حد منكم يتصور كده انه هيتحرم منها 5 دقايق بس يحس ان هو ما يقدرش يعيش؟ اعيش ازاي من غير كلمة يا رب؟ اهم من غير كلمة يا رب. عشان كده اي انسان هو بيتعذب اقصى امنية ليه ان العذاب يترفع من عليه. اهل النار وهم بيتعذبوا امنيتهم ان هم يقضى عليهم، يا مالك ليقضي علينا يا رب. ليه؟ يأسين. اذا كان كلمة يا رب مش معانا، اذا كان الكلمة نفسها ما نقدرش ننطقها، خلاص اليأس التام، اليأس التام. كل المراحل دي يا جماعة ما تفوقناش من غفلتنا، كل المراحل دي ما تخليناش نفكر بمنطقية وبعقل. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ يعني الدنيا لسه شغلانة والله بيناديك اعلموا انما الحياة الدنيا لعب
وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. لسه مشغول بالدنيا والله يناديك، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لسه مفتون بالشهوات والله يناديك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. السمع انا هتسأل عن السمع، طب يا رب انت قلت السمع في الاول ليه؟ ده السمع ده غصب عني، ده انا ممكن اركب تاكسي يكون مشغل اغاني غصب عني، ممكن معدي في الشارع اسمع واحد بيخطب واحد غصب عني. اذا كان العضو اللي انت بتسمع بيه غصب عنك هو اول عضو جه، امال بقى الاعضاء هتتسأل فيها ايه؟ كل شريط سمعته هتتسأل عنه، كل نظرة نظرتها هتتسأل عنها، كل شهوة حرام جت في قلبك وساعتي اليها هتتسأل عنها، كل كلمة قلتها او قلتها على حد من زملائنا واصحابنا هنتسأل عنها، كل حاجة عملناها هنتسأل عنها. يا جماعة ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. لسه مفتون بالدنيا والله يناديك، هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لسه مفتونين بالدنيا والله ينادينا، ويقول سبحانه وتعالى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يفر المرء من اخيه، انت لو سافرت بلد غريبة وكلها غرباء وما تعرفش فيها حد، وفجأة وكمان في اهوال في هذه البلد ومشاكل في هذه البلد، وفجأة قابلت اخوك وقابلت ابوك وقابلت امك، هتعمل ايه؟ ده انت هتجري تاخدهم بالحضن، ده انت ما صدقت تلاقي حد تعرفه. تخيل الاهوال اللي تخليك تتبرى من اخوك وامك وابوك. تخيل يوم يفر يعني حتى مش يا رب يفر، الفرار. سبحان ربي، لازلت مفتون بالدنيا والله يناديك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لازلت مفتون بالدنيا والله يناديك. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. اعمل يا اخي الكريم، اعمل يا اختي الكريم. عايزين نعمل يا جماعة، عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني قدمت لحياتي. عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية. عايزين نعمل قبل ان نصرخ كل هذا الصراخ في ارض المحشر. عايزين نعمل من الان قبل ان نصرخ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى دراسة جدوى. دراسة جدوى لإيه؟ دراسة جدوى حياتنا، دراسة جدوى حياة بعضنا ليها بلا معنى وبلا هدف، دراسة جدوى الحياة المعصية، دراسة جدوى الحياة اللي لها معنى، دراسة جدوى الحياة اللي كثير جدا مننا بيعيشها. يا جماعة احنا صح ولا غلط؟ يا جماعة احنا حسبنا صح ولا غلط؟ للأسف الشديد هنكتشف لما نيجي نحسبها مع بعض ان كتير جدا مننا حسبنا غلط. انا بكلم من الليلة، انا بكلم اللي التزم بقاله سنة، واللي التزم بقاله شهر، واللي التزم بقاله اسبوع، واللي اول مرة معانا، واللي ما جاش خالص ولا ناوي يجي الوقت واحنا اللي هنخرج له ان شاء الله. انا بكلم مين؟ بكلم كل الشباب، من اول الشاب اللي شال كرف تلت شعره اليمين وتلت شعره الشمال وساب تلت في النص موقفه بجل، لغاية الشاب اللي جه والتاحه بس لسه قلبه مليان شهوات ولسه قلبه مليان حب دنيا. بكلم اللي بيسمع شريط الوقت في العربية، شريط دين هو لسه شايل شريط المغني اللي هو بيحبه وزعلان جدا، اصل الشريط الجديد بتاع المغني لسه ما نزلش وكان بيسمع الشريط القديم. وبكلم اللي مرضاش يسمع شرايط دينية اصلا ويقول لك لا يا عم انا ما اسمعش الشريط الديني يقلب دماغي. يا اخي ده انت دماغك مقلوبة وعايزة تتعذب بشريط يذكرك بالله. بكلم اللي كل يوم يقول لك بكرة يا عم هتلتزم امتى بكرة؟ هتتوب امتى بكرة؟ هتنشط امتى بكرة؟ هتقوم الليل امتى بكرة؟ بكلم اللي كانوا من يومين بيتفرجوا على حفلة بتاعة دبي والشباب واقفين قدام المغني اللي قاعد يرقص على المسرح قد يوم القيامة كده، ربنا يعافينا يا رب، وكل ما يعمل اي حركة يصرخوا كأنه عمرهم ما شافوا شياطين انس قبل كده. بكلم اللي جه ولكن لسه المحمول بتاعه ولسه الهارد ديسك بتاعه ما تنضفش، وتيجي تقول له ليه يا ابني؟ يقول لك اصل انا بس مكسل. هو مش مكسل ولا حاجة، ده هو سايب باب موارد بينه وبين المعصية عشان لو حب يرجع يرجع. بكلم اللي جد ولما اتحولها قبت لا اله الا الله تعرفوا بانها بتحضر دروس دين ومع ذلك لسه مش قادرة تضحي ربنا باقل شيء انها تغير شكلها من بره مش تغير قلبها من جوه. بكلم اللي اتحمست مرة في درس من الدروس وقامت لابسه نقاب
وهي لسه بتكلم ده وده وده ومشوهة صورة الدين في كل حتة. بكلم اللي جه والتحى في هذا الدرس او التحى في اي درس اخر وتقدم في الالتزام، ولكن كل ما يركب ميكروباص او تاكسي ويسمع اغاني زمان يجي في قلبه ايام زمان، كل ما يمشي في الشارع ويشوف شلة مختلطة ماشية زي ايام زمان يجي في قلبه ايام زمان وقلبه يدوق. بكلم اللي قاعد في المسجد الاول وقت وفي جيبه علبة سجاير، واللي قاعد في المسجد دلوقتي لا في جيبه علبة سجاير ولا في جيبه مصحف، وبكلم اللي قاعد دلوقتي معانا وفي جيبه مصحف ولكن لما بيجي يقرب عينيه وقلبه لسه مع الدنيا اللي بره. بكلمكم يا شباب، بكلمكم بديكم رسالة الليلة، ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل اللي بيبص لدي ودي وهي ماشيه؟ ايه اللي يستاهل عينك تشوفه جهنم؟ اللي بتحط مكياج على وشها قبل ما تخرج كل مره، ايه اللي يستاهل وشك تشوفه جهنم؟ اللي في جيبه حاطط 10 جنيه ثمن اخر شريط نزل ينزل يشتريه، ولا 7 جنيه ونص ثمن علبه سيجاره اجنبي ينزل يشتريها. الكفن ملوش جيوب، مش هتحط في جيب علبه سجاير لما تتوتر والملكين بيسالوك فيما كنت في الدنيا تطلع سيجاره، لما تتوتر تطلع سيجاره برضه في القبر، ولا تحط في جيب تاني شريط اغاني تسمعه، ولا تحط في جيب محمول فلان ولا فلان يرنولك على وانت جوه القبر يسلوك جوه. مفيش الكلام ده، الكفن ملوش جيوب. بكلمكم كلكم يا جماعه، كل واحد مننا لازم ياخد قرار، كل واحد مننا جديد قديم لازم ياخد قرار، قرار يتعلق بمصيره مش يتعلق بوظيفه ولا بشهاده ولا مادتين نجح فيهم ولا ما نجحش فيهم، يتعلق بمصيره. انت عايز تدخل الجنه ولا تدخل جهنم؟ انت عايز تسبح في انهار الجنه ولا تتشوف احواض الحميد؟ انت عايز تكرم في الذهاب الى الجنه ولا تسحب على وجه الى جهنم والعياذ بالله؟ انت عايز ايه؟ عايزين ايه يا جماعه؟ فالليله دراسه جدوى هنعقدها من خلال ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، ايتين ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم، عايزك يعني تغمض عينك لو تسمع بقلبك وتعيش معايا بقلبك وتنسى اي حاجه شغلك بره هذا المكان. شوف قول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. عايزين نعيش مع هذه الآيات الليلة يا جماعة، عايزين نعيش مع قول الله للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا فيها رب يعني قول لنا يا رب احسنوا في ايه واحنا نحسن، احنا عايزين نحسن في دينك. خد بالك ان الله لما خلقك خلقك في احسن خلق، فلازم لما تعبده تعبده احسن عباده. احسنوا في ايه يا رب؟ احسنوا في كل حاجه، احسنوا في اليقين. سمعت قول عثمان بن عفان: والله لو تهتكت الحجب ورايت الجنه ورايت النار ورايت ربي ما زدت يقينا. كم واحد في المسجد عنده هذا الايمان؟ ولا واحد. كم واحد في المسجد عنده قريب من هذا الايمان؟ ولا واحد. كم واحد في المسجد بيجتهد عشان يصل الى هذا الايمان؟ عايزين نعرف يا جماعه، هل هم بيتعدوا على الصوابع؟ احسنوا مش بس في العقيده، احسنوا في العباده. مش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بيقول ان في الصلاه لشغله، ان في الركوع لشغله، ان في السجود لشغله، ان في التحيات لشغله، ان في اذكار بعد الصلاه لشغل، وفي الصلاه السنه القبليه والبعديه لشغل، وفي ترديد ورا الاذان لشغل. انت قلبك منشغل بالله عن اي حاجه وانت بتصلي؟ واحنا بنصلي المغرب الليله كان قلبك منشغل بالله عن اي حاجه؟ واحنا هنصلي العشاء بعد شويه باذن الله قلبك هيبقى منشغل عن اي حاجه؟ ان في صلاتي لشغله. انت الشغل بتاعك في الذكر شكله ايه؟ الشغل بتاعك في قيام الليل شكله ايه؟ الشغل بتاعتك في طاعه الله شكلها ايه؟ الاحسان في العبادات والاحسان في المعاملات، معاملتك مع الخلق شكلها ايه؟ الاحسان يا جماعه، ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: الايمان بضع وسبعون شعبه. ياه، يعني كانه طريق فيه 75 حاره او شجره لها 75 فرع. انت عندك كم فرع شجره الايمان في قلبك؟ فرعت كم فرع لغايه دلوقتي؟ انت عملت ايه؟ ايه شعب الايمان اللي اتحققت في حياتك؟ ايه شعب الايمان اللي انت دخلتها في حياتك؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا سبلنا سبل كتير الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يرضوش حاجة واحدة ابدا يا جماعة. الله لو كان ما يرضوش الا القيام كان اللي شغلته للنهار ما يعرفش يرضي ربنا. لو كان ما يرضوش غير الصيام كان الضعيف ما يعرفش يرضي ربنا. لو كان ما يرضوش غير الصدقة كان الفقير ما يعرفش يرضي ربنا. فربنا فتح لنا باب كتير. انت كم باب منهم دخلتهم؟ يعني في ناس في الدرس دلوقتي بيلاقي قلبه في صناعة المعروف. وفي واحد في الدرس دلوقتي بيلاقي قلبه في قيام الليل. وفي واحد في الدرس دلوقتي بيلاقي قلبه في الصدقة. انت بتلاقي قلبك في ايه؟ قلبك بتلاقيه في ايه؟ اتخذت سبيل الى الله ولا لا؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. انت ليك سبيل اتخذته الى الله؟ ايه الطريق اللي انت بتصل منه الى الله سبحانه وتعالى؟ للذين احسنوا في كل شيء. في كل شيء. الذين احسنوا لهم ايه يا رب؟ الحسنى. الحسنى في ايه يا رب؟ في كل شيء برضه. ربنا ما قالش. الحسنى في الدنيا. الحسنى ساعة الموت. الحسنى في القبر. الحسنى لحظة البعث. الحسنى يوم القيامة وساعة العرض على الله وساعة العبور على الصراط وساعة وزن الاعمال. الحسنى ساعة دخول الجنة. الحسنى في كل شيء يا جماعة. الذين احسنوا لهم الحسنى في كل شيء وزيادة. يا سلام يا رب على معاملتك الكريمة يا رب. وزيادة. وزيادة. ايوة يا اخي. ده انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من صلى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. قصر في الجنة ب 12 ركعة نفل. ال 12 ركعة دول تصليهم في قد ايه؟ في نص ساعة. نص ساعة بالظبط. تخيل انت لو اشتغلت النص ساعة دي اوفر تايم في اي شغلانة من شغلات الدنيا. هتاخد ايه؟ 10 جنيه و20 جنيه. انما لو اشتغلتها عند ربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا يديك ايه؟ قصر من اصول الجنة. معاملة كريمة. اذا اردت ان تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. عايز تعرف انت لما تقابل ربنا ربنا يديك ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ليه في حياتك ايه؟ ليه في وقتك ايه؟ ليه في جهدك ايه؟ ليه في تفكيرك ايه؟ ليه في مالك ايه؟ ليه النهارده عملت ايه عشان ربنا وعملت ايه عشان الدنيا؟ النهارده معظم شغلك كان عند مين؟ وبكره ليه في طموحاتك واهدافك في الحياه ايه؟ عايز تعرف ايه اللي ليك عند الله؟ شوف ايه اللي لله في حياتك؟ شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول روي عنه في مسند الامام احمد حينما يدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار ينادي منادي يا اهل الجنة ان لكم موعد عند الله يريد ان ينجزكموه. في موعد عند الله ربنا يريد ان ينجز وعده معاكم. فيقول يا رب الم تبيض وجوهنا؟ الم تثقل موازيننا؟ الم تنجينا من احوال القيامة؟ يا رب ده احنا يوم القيامة ده مجرد انك عدتنا منه ده احنا نفضل ساجدين ليك يعني الى ما شاء الله. يا رب ده انت مجرد انك انت صحصحتنا عن النار بعد الذنوب اللي كنا بنعملها والشهوات اللي كانت في قلوبنا ده احنا نفضل ساجدين لك في الجنة. شكرا يا رب. الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجينا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب فيرون الله فما من شيء احب الى اهل الجنة ولا اقر لاعينهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. اهي ديت على احد اقوال التفسير الزيادة للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. ده ايه ده؟ احنا عايزين نركز يا جماعة. عايزين احنا نقرأ القرآن نركز يا جماعة. مش عايزين نقرأ كده وخلاص. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. دي كلمة غريبة جدا. يا ربنا انت بتذكر نعيم اهل الجنة يوم القيامة. يعني كان المتوقع وتنير وجوههم بدور ساطع مثلا. انما انا هقول لك انا تعال لي القصر بتاعي وانا اكرمك. هقول لك تعال لي القصر بتاعي وانا مش هسحلبك البلاط مثلا. ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذله. عارفين يعني ايه يا جماعه؟ معنى ان ده يعد نعيم من نعيم يوم القيامه ان الاصل يوم القيامه ان كل الوجوه هيرهقها قطر وذله. زي حديث اخر اهل الصراط عبورا من على الصراط وحديث اخر اهل النار خروجا من النار. الاتنين بيقولوا ايه؟ الحمد لله الذي اعطانا ما لم يعطي احدا من العالمين. اللي عدى من على الصراط وقال الكلمة دي لو كان شاف واحد بس من كل اللي قدامه او كل اللي وراه نجا معاه ما كانش قالها. اللي خرج من النار وقال الكلمة دي لو كان شاف واحد بس يعرفه ما هواش جوه النار ما كانش قالها. يبقى تخيلوا يا جماعة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. معنى ان دي نعيم ان الوضع هيبقى رهيب لدرجة ان مجرد ان وشك ما يسودش تكرمه من عند الله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخلها الجنة فقد فاز. يا رب مجرد الزحزحة فوز. مجرد الزحزحة فوز. تخيلوا يا جماعة ان من كل 1000 واحدة يعدوا على الصراط 999 واحد هيقعوا في جهنم. تخيلوا هذا الكلام. ده
تخيلوا هذا الامر. شوف انت نسبة بعد تعديتك من على الصراط شكلها ايه. من كل 1000 بني ادم 999 بني ادم هيقعوا، ومعظم 999 من الرجالة ولا من النساء؟ من النساء. من النساء. حاجة ترعب والله يا جماعة، والله حاجة يشيب لها شعر الرأس من واحنا لسه في الدنيا. اهوت للذين احسنوا الحسنى وزيادة. يا سلام على الكلام الجميل. ولا يراق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة. يا من فترة كده من عدة شهور كنت ماشي في الشارع فقابلت احد الاخوة، واخ من الاخوة اللي هم يعني حياتهم كلها في الموت، يعني هو بينام يحلم بملك الموت، يصحى يقرأ في كتب الموت، بعد العصر يروح يطلع، يعني هو معروف كده وسط الاخوة ان ده بتاع الموت. فقابلته فالاخ يعني جاله فكرة هو بيقابلني بيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة هيبقى شكله ايه. هو الاخ بيفكر في الموت كتير، فلما جه يفكر في الجنة قلبه بدأ يفكر في حاجات رقيقة جدا. فبيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة ده هيبقى شكل الواحد في ايه، يعني اليوم اللي الواحد هيتضمن فيه بقى خلاص انه عادش في عذاب. فقعدت افكر في الفكرة كده، سبحان ربي الفكرة دي في كتاب الله يا جماعة، الكلام ده في كتاب الله. اسمع لكلام الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، اليوم هو اول يوم في الجنة اهو، ولا انتم تحزنون. خلاص ما عادش لا خوف ولا حزن يا جماعة، ما عادش قلق من اي شيء، ما عادش في خوف انك تنتكس ولا انك انت تستدرج ولا انك انت تعذب ولا ان فتنة تفتنك عن طريق الله تاني، ما عادش في خوف ولا حزن يا جماعة. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. اسمع كلام ربنا، ادخلوا الجنة. انا عايزك تسمع وتفكر معاي، ايه اللي يستاهل ان الكلام ده يروح مننا؟ ايه اللي يستاهل ان العذاب اللي احنا بنتكلم عليه ده نتحط فيه؟ هو ده مقصد درس الليلة. ايه اللي يستاهل نعمل في نفسنا كده ليه؟ نضيع نفسنا ليه؟ لما انا قدامي فرصة ان انا اخد اعلى الدرجات تضيع علي الدرجات دي ليه؟ لما انا مهدد ان انا يبقى قبري تابوت من توابيت الجمر، وان انا لحظة موتي ملائكة العذاب تنزل تاخد روحي، ولما تطلع روحي في السماء مفيش ولا باب من ابواب السماء يفتح ليها. طب ايه اللي يحطني في الموقف ده؟ وايه اللي يزنقني الزنقة دي؟ بل والله يا جماعة، والله يا جماعة لو يوم القيامة مش عذاب، لو يوم القيامة بس حر، والله يا جماعة لو ما هو حر، لو يوم القيامة انت واقف 50,000 سنة مستني مصيرك للجنة ولا للنار، ده كفاية، ده رعب، كفاية، ده هلع. ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ مفيش حاجة تستاهل ان شهوة واحدة تخليك تعصي ربنا، مفيش حاجة تستاهل ان لحظة واحدة تضيع في غير طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة انتم ومين؟ ازواجكم. لما الآية دي بتتقال الستات بتفرح جدا طبعا، يعني مسكين في الرجالة بتحب وهم داخلين الجنة، انما الرجالة يعني هتبقى دنيا واخرة عايزين ننقص في الاخرة بقى. ولكن الستات الحمد لله يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه حقوق المرأة مدافع عنها حتى في القرآن، يعني عشان ما حدش يتكلم معانا. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. قمة السعادة اللي في الدنيا، قمة السرور اللي في الدنيا، قمة الفرح اللي في الدنيا. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الله، كلمة صحاف دي الصحفة غير الطبق، الصحفة دي اللي هي الصينية اللي بتوع الخليج بيعملوا عليها الكبسة والخرفان والولائم والحاجات دي. الصحفة دي يا جماعة الصواني بتاعت اللحوم اللي بتحط على الصينية الواحدة خروف كامل، فدي صحاف من ذهب واكواب من ذهب. طب يا رب الصحاف فيها ايه؟ ربنا ما يقلب يقول ليه. تخيل بقى، تخيل لما الطبق ذهب امال اللي جوه الطبق ايه؟ تخيل لما الكوباية ذهب امال اللي جوه الكوباية ايه؟ تخيل. وليه صحاف؟ ليه مش اطباق؟ لان دي ولائم الاحتفال بيك وانت داخل الجنة. ما انت داخل الجنة ملك من ملوك الجنة، ملك، ملك بحق وحقيقي. فتخيل كل الخدم وكل الملائكة بتاعتك في الجنة جايين يحتفلوا بيك وجايين يجيبوا لك الولائم دي، ولائم الاستقبال، تستقبل بولائم على ابواب الجنة من وانت داخل في املاكك. يطاف ويطاف، يعني كل شوية يجي صواني غير الصواني التانية، وكل شوية يجي صواني تانية، وكل شوية يجي صواني ثالثة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب برضو ربنا ما ذكرش ليه اللي جوه الصحاف؟ اصلا يا جماعة انواع النعيم في لحوم الجنة لا توصف، ربنا يذكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخيل بقى، كنا عايزين قرآن قد القرآن لو كنا عايزين نذكر بالتفصيل اللي هيبقى فيها ايه. وفيها ما تشتهيه الانفس. طب يا رب ما انت قلت الصحاف من ذهب، خلاص بقى ما تشتهي الانفس ايه بقى؟ مش في واحد يجي يقول لك هو في الجنة فسيخ ولا ايه؟
واحد تاني يقول لك هو في الجنه مخلل، انا بحب المخلل، وتلاقي طفل صغير جاي يقول لك يا عم هو في الجنه سكوتر ولا مفيش في الجنه سكوتر، حاجات غريبه كده. ايوه ايوه كل حاجه موجوده في الجنه. افرض واحد بعد ما حطيت قدامه لحوم الطير قال لك لا انا عايز حاجه، انا عايز مخلل، انا عايز فسيخ، انا بحب انا الفسيخ، يا عم خد اللي انت عايزه وفيها ما تشتهي الانفس، بس ادخل انت. بس الستات اللي يقعدوا يقولوا واحنا هندخل بقى والراجل هيبقى متجوز كام، ولا يا ست ادخلي والله هتبقى في قمه السعاده والرضا، بس انت ادخلي ما تخافيش. يعني احنا الواحد بيخاف بصراحه ان هو في الجنه يتزوج واحده من دول بصراحه. وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. يا شايفين الكلمه الجميله تلذ الاعين، كان العين دي لها لسان بيدوق من شده جمال الجنه، عينك كانها بتدوق الجمال بتاع الجنه من شده الجمال، كان عينك بتدوقه. وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون، ما تتحرمش من النعيم ده بعد ان ذقته. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. تلك دي يا جماعه للبعيد، للبعيد، هذا للقريب، هذه للقريب، تلك للبعيد. عارفين ده ايه؟ الرحله اللي الملائكه بتاخدك فيها في اول يوم في الجنه، تطوف بيك في الجنه عشان تعرفك املاكك. تخيل لو انت فعلا ليك اصل في الصدقه. انا ليه اصل في الصدقه؟ ليه؟ اصل انت كنت بتطلع كل يوم صدقه. طب انا ليه اصل في جنه الريان؟ ليه؟ كنت بتصوم اثنين وخميس حتى في الصيف. طب انا ليه اصل في جنه الصلاه؟ ليه؟ يا راجل ده انت كنت بتبقى مقتول من التعب وتصحى برضه تصلي ركعتين قيام ليل وتنزل تصلي الفجر في الجامع. طب انا ليه اصل في جنه الجهاد؟ ليه؟ اصل انت في ثلاثه من اصحابك التزموا على ايديك والدعوه الى الله من ضمن الجهاد. ايه ده يا جماعه ده؟ تفاجئ ان ليك اصل هنا واصل هنا واصل هنا، الملائكه تاخدك تطوف بيك على كل دول، رحله طويله بقى وانت بتستمتع بكل املاكك. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيره. يا الصحاف في اللحوم والفواكه، دي فواكه، فربنا هنا ذكر اللحوم قبل الفواكه. كل ايات الجنه في القران بيذكر الفواكه الاول ولا اللحوم؟ الفواكه الاول. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب ليه هنا اللحمه جت قبل الفاكهه؟ خدوا بالكم احنا في اول يوم، كنت مره في عزومه من العزومات الكبيره يعني اللي فيها بعض الناس الوجهاء في وجهاء الدنيا يعني فانا قاعد على ترابيزه كده مع بعضهم، فجابوا لنا طبق، كل واحد محطوط قدامه الطبق فيه حوالي ايه اربع خمس انواع لحمه كده مختلفه عن بعضها يعني، وفي حتتين شيبسي على طرف الطبق كده. فانا قاعد مستني ان انا يعني انا مش همد ايدي لما اشوف الناس هتعمل ايه الاول عشان ما ايه ما يعرفوش ان انا من المنصوره بس ولا حاجه. فانا قاعد فلقيت واحد قدامي قام جايب الشوكه وقام رفعها وقام حاططها في الطبق غارزها في الايه؟ في الشيبسي. ساب كل انواع اللحمه دي وحطها في الشيبسي، فقلت سبحان الله، اصل هو بياكل التفكه يا جماعه، اصل هو بيفطر ويتغدى ويتعشى لحمه، فهو مش فارق معاه اللحمه اصلا، هو بياكل للتفكه للانبساط. عشان كده في ايات الجنه ربنا بيجيب الفاكهه قبل اللحمه ليه؟ لان اهل الجنه بياكلوا للتفكه، يعني انا دلوقتي ممكن ما ابقاش عطشان، بس لو جبت لي كوبايه عصير اشربها، ليه؟ انا باكل بشرب للتمتع، للتلذذ، هو ده اهل الجنه. طب اول يوم اللحمه ليه قبل الفاكهه؟ ده اول يوم بقى. ده انت لسه الدنيا بقى واللي حصل فيها وخمسين الف سنة في ارض المحشر داخل بقى، شوف الجوع بتاعك شكله ايه. فانت اول حاجة عايزها اللحمة، وبقى كده ما نتفهم في الفاكهة بعد كده. انما لما يبدأ النعيم بتاع اهل الجنة بقى ينطبع عليك، تبدأ يبقى الفاكهة قبل اللحوم. لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. طب يا رب ما احنا عارفين ان احنا هناكل منها. لا، اصل في ناس تقول لك نعيم الجنه روحي بس. لا يا جماعه، نعيم الجنه روحي ومادي، فالله يؤكد هذه الحقيقه. اول يوم في الجنه، شايفين الجمال؟ شايفين التصور الجميل بتاع اول يوم في الجنه؟ وافراح اول يوم في الجنه، ورحلات اول يوم في الجنه، وحضور اول يوم في الجنه. شايفين يا جماعه؟ ايه اللي يستاهل ان انا اضيع ده؟ حاجه تستاهل. اولئك اصحاب الجنه. الشاب اللي بيمشي يجري ورا البنات انت عارف الحور في الجنه شكلهم ايه يا اخي الكريم؟ والبنت اللي بتتمكش، انت عارفه ان كل مكياج بتحطيه في وشك ممكن ينقص من جمالك يوم القيامه؟ ايوه والله يا جماعه، ممكن ينقص من جمالك يوم القيامه. اللي بتحط مكياج في وشها، مش ربنا بيقول وجوه يومئذ ايه؟ مسفره، يعني زي الشمس المنوره في ارض المحشر. بقى هتحط وشك على وشك وتغطيه بالمكياج في الدنيا ويبقى وشك زي الشمس في الاخره. فوق يا اختي، عايزين الاخوات يفوقوا،
والله يا جماعة، عايزينهم يفوقوا، عايزين يا جماعة نتاجر مع الله في بضاعة الاخرة. الدنيا ما تفتناش عن طريق ربنا ولا عن متاع الحياة الاخرة. متاع الدنيا، متاع الدنيا زاين وفاني وحقير ولا يوجد له اي قيمة على الاطلاق. ف يعني اولئك اصحاب الجنة، فمن ضمن نعيم الجنة نعيم الحور. مين الحور دول؟ ما هو الحور دول ممكن تبقى زوجتك في الجنة، وممكن انت الوصف اللي احنا هنوصفه للحور الوقت. عايزين نتكلم عن الحور شوية. احنا ما اتكلمنا عن الجنة قبل كده، ما اتكلمناش عن الحور. مش عارف كنا خايفين من الاخوات ولا ايه، رغم ان وصف الحور ده هو وصف جمال الاخوات اصلا، بل انت الوصف بتاعك الحقيقي اجمل من هذا مئات المرات والاف المرات. لما تيجي تقرا في نصوص الحور كده تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف لك يقول لك نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها، وهي لابسة الخمار كده مغطية شعرها، تبص لشكل وشها تنبهر بجمالها. امال لو كشفت شعرها وعملت شعرها وصرحت شعرها ولا نزلت قصة من تحت الخمار يبقى الجمال بتاعها شكله ايه؟ وربنا يسميها الحور العين. الحور يا جماعة اللي هي عينيها شديدة البياض مع شدة سواد نين العين. فواحد يقول لك لا ده العين الملونة اجمل، ما اصل انت ما شفتش العينين السودة. انا شفت العينين السودة، مصر كلها عينين سودة يا حبيب قلبي، مصر عينين بني، احنا عينينا بني. انا مرة شفت العينين السودة يا جماعة والله فندق في القاهرة، انا بهرت بمدى روعة وجمال العين السوداء. هي في بعض الدول الاوروبية ناحية الشرق كده بيبقى عينهم سوداء، ناحية كوسوفا وناحية البلاد اللي فوق دي او اللي فوقها كمان بيبقى عينهم سوداء سوداء، بيبقى شدة فعلا منظر في غاية الجمال. والعين يعني العينين الواسعة، العينين الجميلة، وعينين جميلة وايه كمان بقى؟ قاصرات الطرف. يعني تخيل انت واقف في الشارع كده بتبص لقيت واحدة بصت لك بصة طعم من طولك على طول. طب تخيل انك انت لقيت واحدة بقى بصلك ثلاث اربع دقايق كده، اصحابك يجوا يشيلوك يشوفوا اي حتة يحطوك فيها. طب تخيل بقى واحدة في هذا الجمال وعينيها عليك، ما بتشيلش عينها من عليك. وايه كمان؟ ده يا جماعة لو تفلت في البحر، او ذوبة ريقها لو تفلت في البحر لتحول البحر الى عذب، الى ما عذب لو تفلت في البحر. كلامها ربنا سماها عربة، عربة يعني عندها فصاحة شديدة في القدرة على الاعراب عن مشاعرها الجياشة في صدرها تجاهك. يعني استاذة في كلام الحب، استاذة في كلام الود، ولو غنت لا تسمع صوت في الكون كله اجمل من صوتها. فتخيل ده، ده احنا كل ده لسه احنا في الوش، احنا مش هنخرج احنا برا الوجه ابدا. وتخيل وجهها لو اطلت على الارض لاضاءت الارض من نور جمالها. شكل وشها ده ايه؟ وشكل عينيها ايه؟ وشكل ملامحها ايه؟ وكلامها شكله ايه؟ وصغرها شكله ايه؟ انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا بقول الكلام ده عشان اللي ولاد والبنات، عشان الشباب يعرفوا انك انت بتضيع ده عشان ايه؟ ده من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة حبيب قلبي. يعني تخيل انك انت في الدنيا ممنوع من لبس القطن، ده انت حتى لو ما بتحبش القطن ما تطيش نفسك. تخيل ان في الجنة كل الناس ماشية تتزيى وتبتهج باسواب الحرير وانت ممنوع منها. طب لو القاعدة دي انطبقت والعياذ بالله عند وقع في فتنة النساء في الدنيا، تبقى مشكلة كبيرة جدا، تبقى مشكلة ضخمة جدا في الجنة. يعني فالموضوع يا جماعة. وبالنسبة للاخوات، اخواتنا الجمال ده جمالك، بل الجمال ده جزء من الف جزء من جمالك. ايه اللي يخليك تضيع الجمال ده كله؟ ايه اللي يخليك تضيع انك انت تبقي تحفة من الجمال في الجنة؟ عشان ايه؟ عشان شوية مكياج ولا كحل عايزة تحطيهم؟ جمال الحور وجمال القصور. القصور البيت من بيوت الدنيا، اي بيت من بيوت الدنيا تجري من تحته ايه؟ موازين الصرف الصحي. انما قصور الجنة تجري من تحتها الانهار. الرسول يقول لك ان القصر لؤلؤة مجوفة. عارفين يعني ايه؟ يعني ارضية القصر لا هو رخام ولا هي بورسلين ولا هي سيراميك، ده لؤلؤ. الارض اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. الرسول يقول لك ان قصور الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عارفين سيدنا سليمان لما بنى صرح ممرض من قوارير في المية، اللي يدخل فيها يشوف اللي جوه المية واللي جوه المية يشوف اللي جوه. سبحان ربي، ده ممكن يبقى قصور داخل الماء دي ولا ممكن؟ تخيل بقى، شوف افرح بخيالك كده، ممكن القصور دي تبقى اي نوع من انواع النعيم. فايه اللي يستاهل ان احنا نضيع النعيم ده؟ نضيعه عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعة؟ عشان ايه اللي والله ما شاف اي حاجة لها اي قيمة بجانب هذا النعيم على الاطلاق؟ ده حرام علينا نضيع لحظة في غير السعي لتحصيل هذا النعيم. اولئك، اولئك دي يعني اهل الرفعة، اولئك ديت يعني ايه؟ يعني انت بتشاور لفوق بتقول الكبراء بقى، الكبراء اهل الوجاء بس بتوع الاخرة. اولئك يا جماعة انت فين؟ انت مقامك ايه؟ انت فين عند الله؟ مقامك ايه عند مولاك؟ مقام الناس مع المعاصي ثلاث مقامات. قال تعالى ام حسب الذين
اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. اشترح اشترح بك ان كلاب لقت ديفة دخلت نهجتها. انت ترضى تبقى كده في قلوب كده؟ اول ما يشوف واحدة ماشية في الشارع ولا شافه في الشارع كلب وعايز ينهش في جيفة. وربنا بيقولك شهوات الدنيا دي جيفة، اللي بينهشها ده عامل بالظبط زي الكلاب زي الخنازير، ربنا يعافينا. فده اول نوع من انواع القلب مع المعاصي، عايز ينهش وخلاص. النوع الثاني اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحان قلبك هيمتحن، هيمتحن. امتحن الله قلوبهم لايه؟ للتقوى. انت بتخاف من ربنا ولا بتخافش من ربنا؟ هخلي الفتن تعدي من على يمينك وعلى شمالك عشان اشوف انت بتخاف مني ولا لا، عشان اشوف احنا بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولا ما بنخافش من ربنا. فده واحد نفسه في الشهوة ولكن خوفا من الله منع نفسه عنه، بس قلبه بيتمنى الشهوة. الدرجة الثالثة ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق و العصيان. انك انت قعدت بتمشي في الشارع هترجع، هترجع من منظر الشهوة. يعني لما تروح مصيف من المصايف الصبح بدري كده تلاقي العيلة كلها خارجة تبص للراجل، ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ يقولك انت فلاح ولا ايه ده؟ مايوه. مايوه ايه يا ابني؟ ده انت مش مكسوف وانت ماشي وسط خلق ربنا كلهم باللي انت ماشي بيه ده؟ هيبص لك شطرا كده ويعدي وتلاقي مراته معدية وراه. طبعا ده جوزها، هي هتلبس ايه يعني؟ يعني حسب بقى، لو المصيف مصيف ولاد ناس وناس راقيين وناس من اهل الوجاهة هتلبس زي جوزها. طب لو المصيف بقى مصيف بلدي بقى عيب طبعا، لازم ايه هتزود شوية. يعني ايه ده يا جماعة؟ ده ايه المنظر ده؟ وتلاقي ولاده طبعا زيه، اذا كان رب البيت بتضف ضاربا اولاده ماشيين زيه، وتلاقيهم احدين عورات مكشوفة على البلاش والناس قاعدة تبص لعورات بعض. فكم من عورة بادية، وكم من نظرة خائنة، وكم من علاقة آثمة. ايه المنظر اللي يخليك ترجع ده؟ في واحد يروح يقولك انا راح اتفسح هناك، ده انت تروح تتقيأ هناك. لما يكون نفسك غم عليك وعايز تتقيأ تقوم تروح تتقيأ لما تبص للمنظر ده وترجع تاني هنا. الانسان اللي عنده جزء من فطرته سليم يا جماعة يقشعر بدل يشمئز من هذه المناظر. ايه المناظر المقرفة دي؟ ويقولك احنا رايحين نتفسح. سبحان الله. فانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول التلاتة دول ليه؟ عشان اقولك واقولك انت مين فيهم؟ وانت مين فيهم؟ قلبك مين فيهم؟ لازم نسأل نفسنا يا جماعة. وضرب الله مثلا رجلين، انت مين فيهم؟ احدهما ابكم، يبقى واقف مع اصحابه الحجر اللي جنبه هينطق ويقول له يا اخي كلمهم عن ربنا كلمتين وهو ميتكلمش، لا يقدر على شيء. اربعة خمسة اصحابه واقفين ولا اربعة خمسة واقفين قاعدين يعكسوا اللي رايح واللي جاي، مش قادر انه يقول لهم، خافوا من ربنا حد، خايف يقول لهم. وهو كل على مولاه على طول، الحقوني انا هنتكس، انا هضيع، انا لو محدش جانب هابل كل الاخوة اللي حواليه. يعني يا جماعة بدل ما هو عنصر ثبات وبدل ما هو عنصر امن في الفتنة، ده عنصر فتنة في الصف وعنصر يعني تحرك في الصف. وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. ما عملش حاجه منهم التزم، ما عملش اي انجاز، ما فيش حد التزم على ايديه، بل قد يكون في ناس انتكسوا على ايديه، ما فيش حد جه ربنا على ايديه. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ انت مين فيهم؟ انت مين فيهم؟ انا بقول الكلام ده عشان نسال نفسنا يا جماعه، احنا مين في الاثنين دول؟ احنا ده ولا ده؟ احنا اللي اوى الى الله ولا اللي استحيا من الله ولا اللي اعرض عن الله؟ التلاتة اللي جم لحلقة الرسول، واحد شاف حتة فاضية وقعد، وواحد مشي، وواحد بعد كل ده يعني اتكسف فقعد ورا. انت اويت الى الله ولا انت مكسوف من ربنا؟ يا رب والله انا غصب عني يعني، بس ايه انا كسوفا من كتر نعمك علي انا هاجي واسمع كلامك، ولا انت معرض عن الله؟ انت مين فيهم؟ عايزين نقيس نفسنا يا جماعة، مش عايزين نضحك على نفسنا. اولئك اصحاب الجنة. طب وانت من الوقت لازم تحدد مصيرك. هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والذين كسبوا ايه؟ السيئات. طب ليه ربنا ما قالش والذين اساءوا؟ عشان ربنا يقولك ان السيئات دي كسب ايدك. اوعى حد يقول غصب عني، اوعى حد يقول انا قضاء وقدر. انت اللي تستاهل، انت اللي بتعمل في نفسك، انت اللي بتفتن نفسك. عشان كده لما جم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، نعمل ايه يا رب؟ قضاء وقدر ونعمل ايه؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. اشبعنا دول ما غلبتش عليهم شقوتهم. انه كان فريق من الاخوات انتقبوا واحتشموا. اللي انتقب ده احسن منك في ايه؟ انه كان فريق من الشباب حفظوا قرآن. اللي حفظوا دول احسن منك
في ايه؟ انه كان فارق من الشباب اجتهدوا في الدعوة الى الله. اللي اجتهدوا دول احسن منكم في ايه؟ انه كان فارق من الشباب قاموا الليل. اللي قاموا الليل احسن مننا في ايه؟ محدش احسن من حد يا جماعة. كلنا واخدين نفس الفرصة. والذين كسبوا السيئات. مسؤوليتك الفردية كل معصية بتعملها. محدش احسن مننا يا جماعة. طب ليه؟ ليه نتسبق؟ ليه اللي دخل معانا في الجامع في نفس اليوم اللي دخلناه بل دخل بعدنا الوقت بقى سابقنا وبقى احسن مننا وبقى متطور عننا؟ احنا ما بنخرش واحنا بنتسبق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها بمثلها. الآية دي آية رحمة ولا آية نقمة ولا آية عذاب؟ في ناس تقولك ايه رحمة عن السيئة بواحدة. لا يا جماعة، المقصد هنا مش السيئة بواحدة، المقصد هنا ان السيئة بسيئة زيها. يعني ايه؟ يعني زي اللي عملته هيتعمل فيك. يعني ايه؟ يعني انت طينت الدنيا هتطين عليك في اليوم. المقصد كده جزاء سيئة بمثلها، يعني اللي انت عملته هيتعمل فيك. يعني اي ترهيب، يعني اي رضع، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ايه؟ ذلة. جزاء سيئة بمثلها فيه؟ جزاء سيئة بمثلها في الدنيا، هتعاقب على معصيتك في الدنيا بالاخرة وفي القبر وفي الموت وفي القيامة وفي ارض المحشر. جزاء سيئة بمثلها في كل موقف هتتعرض ليه. اسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، واحد عنده فلوس كتير، لا يؤدي حقها، ما بيطلعش حقها لله، الا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار ثم احمي عليها في نار جهنم، اعوذ بالله، ثم قوي بها جنبه وجبهته وظهره. الفلوس اللي انت ما طلعتهاش لله ديت، ما طلعتش حقها لله، تتكوي بقى يوم القيامة فيظل هكذا. اسمع، 50,000 سنة كلما بردت احمي عليها مرة اخرى. في البخاري، في البخاري. انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه؟ الحديث ده معناه ان يوم القيامة 50,000 سنة فعلا ممكن يبقوا 50,000 سنة عذاب. فعلا ده حقيقي وحقيقي. انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه؟ معناه اللي ما زكاش بيحصل له ده. امال اللي ما صلاش؟ لا والله، ده انا بصلي على سطر واسيب سطر، سطر وسطر. لو مت على السطر الفاضي تبقى مت تارك للصلاة. طب واللي ما غضش بصره؟ طب واللي وقع في السنة ورعته بالله؟ طيب واللي كشفت شعرها ولا كشفت وشها ولا كشف؟ كل دول هيروح فين يا جماعة؟ يعني وضعت المكياج على وجهها، ولا اقصد كشف الوجه التحديد، وضعت المكياج على وجهها، وضعت البرفان وهي خارجه، ولبست لبس غير شرعي، ولبست قطعه قماش على راسها وسمتها اشار، هيروح فين يا جماعه؟ يعني ممكن ال 50,000 سنة يبقوا عذاب؟ ممكن ال 50,000 سنة يبقوا عذاب؟ جزاء سيئات بمثلها، بمثلها. يعني البنت اللي بتيجي يوم فرحها تقوم قلعت الشارب اللي هي لابساه وتكشف شعرها وتقف في النادي، ده ايه ده؟ انت جرؤتي انك تضيعي كل حسنات حجابك طول عمرك في ليلة واحدة؟ انت جرأت انك تعملي كده ومش خايفة من عقوبة ربنا؟ ده ذنب. انت مش خايفة ان الذنب ده عقوبته تتنزل عليك في الحاجة اللي انت عملتها عشانها؟ في الفرح بتاعك، في علاقتك بزوجك، في بيتك والاسرة بتاعتك، انتش خايفة من الله سبحانه وتعالى؟ ازاي يا جماعة؟ جزاء سيئة بمثلها، كل معصية جزاءها بمثلها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم. يعني اعلم شاب، يعني ربنا بيديك فرصة اتنين ثلاثة، انما بعد كده انت حر في اللي ربنا بيعاملك بيه. اعرف شاب كان اتفق مع بنت في الجامعة والعياذ بالله على الزنا، واتفق ان هما يتقابلوا، فروح هينام بعد العصر شوية عشان يصحى يروح لها. فهو بيقول لي وبيحكي لي اصلا، يعني صحى من النوم جسمه كله منصور، حاجة زي برابيق او دمامل او بثور، شكلها غريب جدا ومؤلمة جدا. فبعد جاب استاذ امراض جلدية، قال له ده مرض جلدي علاجه خطير جدا لانه ممكن يشوه جسمك كله، ممنوع انك تلمس اي حبايه من هذه الحبوب مهما المتك اشد الالام، وممنوع وممنوع وممنوع. وكان يعني في موقف عصيب جدا لغاية ما ربنا شفاه. ده لو كان ربنا ما عملش فيه كده كان حصل له ايه؟ كان زنا والعياذ بالله، او ده ربنا اداله فرصة. طب بعد كده ده لو رجع تاني هو حر بقى في اللي هيحصل فيه، هو حر. يعني احد الشباب لعله معانا الوقت، والله كان موقف طريف جدا. انا كنت رايح احد يعني الافراح في المسجد، فيعني المسجد بعيد جدا، فانا واقف مستني فلقيته معدي فوقف، فقلت له يعني بقى انا هوقف تاكسي بلاش احرجها. قال لا والله ده انا فوجئت وانا في الطريق ورايح الفرح ده نفسه. فسبحان الله الحمد لله جت من عند ربنا، رحت الفرح بفضل الله، ربنا يصلي وديت كلمة هناك. بعد كده رجعنا، انت بتحفظ قرآن؟ لا ما بحفظش قرآن. ده انا عايز احفظ قرآن عند فلان، ده فلان ده انا عارفه. طب تعالى نروح لفلان. رحنا لفلان المسجد بتاعه، اتقابلنا معاه، تحفظ قرآن؟ احفظ قرآن. لقينا شوية اطفال كده عايزين يصلوا ركعتين قيام ليل، طب ما تيجي نصلي ركعتين قيام ليل. اما يصلي ركعتين
قيام ليل بعد كان بعد صلاة العشاء الكلام ده، بعد صلاة العشاء اديت كلمة تانية في المسجد. فالمهم واحنا مروحين مع بعض فبيقول لي سبحان الله انا كنت مدي معاد لواحد صاحبي في النادي الليلة، وكنت ناوي ان انا اروح النادي، والله اعلم بقى انا اروح النادي ويقع في ايه، غصب عنه يروح في ايه. اللي بيدخل الجامعة ويروح النادي ده يا جماعة ده في الغالب بينتكس، يعني في الغالب خلاص هو مش في سكة الانتكاس بس لسه الموضوع. بيقول لي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بدون ترتيب رزقني كلمات سمعتها، وقيام ليل صليته، وحفظ القرآن حفظته، والليلة راحت في طاعة الله كلها بدل ما تروح في معصية الله. فربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعصمك بس لغاية امتى؟ لغاية امتى وانت عايز تمشي في طريق المعصية؟ الله يخليك تمشي في طريق طاعة. خد بالك يا اخي الكريم، جزاء سيئة بمثلها دي بتيجي بعد ما ربنا يديك كذا فرصة، انما لو الكذا فرصة ضيعتهم، لو دخلت الجامعة وبعد كده قلت لا شوية وبرجع تاني، ولا والله ما اعرفش بعمل ايه وارجع تاني، ولا اتحججت ان وقت الدروس انت مشغول باي حاجة. خد بالك يا حبيب قلبي، خد بالك يا جماعة، الكلام ده حجة عليكم امام الله. كل واحد بيسمع كلام عن الله او عن الاخرة حجة عليه امام الله. يوم ما هتلقى الله هيقول لك انت سمعت، ما حدش ينفع انك انت تقول ما اعرفش، ما حدش ينفع. حج علينا جميعا يا جماعة، حج امام الله. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. مين اللي هينفعكم الايام؟ مين اللي هينفعك؟ الشلة هتنفعك، البنت هتنفعك، الاغاني هتنفعك، الجدي الاسك اللي هو الدنيا، الخروف المعفن اللي احنا جبناه وقطعناه شرايح وشويناه وحطينا عليه كاتشب وعملناه سندوتشات وكلناه واحنا فاكرين ان احنا بناكل حاجة عليها القيمة، وهو خروف معفن وميت. الدنيا اللي احنا عظمناه وهي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لها في الواقع. يوم القيامة هتعمل ايه؟ يوم القيامة هتعمل ايه؟ واتبع لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. اعوذ بالله، قطعا من الليل كأن حتة سودة كده في وشك، والعياذ بالله. ربنا يعافينا يا رب. طب يا رب الليل مظلم، طب ليه يا رب قلت الليل مظلمة؟ يعني قطعا من الليل وخلاص والموضوع يعدي، ليه ربنا جاب كلمة الاظلام بعد كلمة الليل؟ حد واخد باله يا جماعة؟ لان الليل ممكن يكون واحد مولع والناس، واحد مولع شمعة، نجم في السماء طالع، قمر طالع، انما الليل المظلم ده اللي مفيش فيه اي ذرة نور، وشه من سواده مفيش ملمح في وشه باين، كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وربنا قال ترهقهم ذلة قبل ما يتكلم عن الاظلام اللي في الوش، جاب الذل قبل سواد الوش ليه؟ الطالب عارف قبل يومين من الامتحان ان هو شايل مادتين وهيسقط او ثلاث مواد وهيسقط، جه بسرعة على الجار يقول له ابوس رجليك ارفع لي مادة، جه بسرعة على المدرس اللي كان بياخد عنده درس ابوس رجليك اعمل لي حاجة، ابوه يجري على واحد صاحبه يعرف المدير ابوس رجليك اعمل، يفضل يتذلل ده ولده 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 وترهقهم ذلة ما عرفوش يعملوا حاجة. اتعلقت النتيجة طلع ابنه ساقط وشهم اسود من الكبسة. فالذلة قبل السواد، كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اولئك اصحاب النار. البعدة البعدة، اولئك تفيد البعيد. فلما تيجي مع اهل الجنة يبقى اهل الرفعة، لما تيجي مع اهل النار يبقى اللي بيتعمقوا في عذاب النار تحت، البعدة عن رحمة الله. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طب ليه يا جماعة؟ طب ايه اللي يستاهل ان احنا نعمل في نفسنا كده؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا للعذاب ده؟ الاية اللي قبلها، ايه الاية اللي قبلها؟ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. مثل الحياة الدنيا، انت يا رب تدينا مثل للدنيا، ده المثل ده انا بديه لحاجة انت ما تعرفهاش ما انت شايفها، فبقربها لك بمثل عشان تفهمها. انما يا رب الدنيا دي احنا عايشين فيها 24 ساعة، الدنيا دي احنا قايمين نايمين فيها، انت بتضرب لنا مثل في الدنيا يا رب. احنا يا جماعة من كتر ما اتخدعنا في الدنيا ومن كتر ما حضرناها تحت عدسة مكبرة كبرت تفاصيلها عن حجمها الحقيقي، ما قدناش عارفين قيمة الدنيا الحقيقية. ربنا بيدينا امثلة للدنيا اللي في ايدينا دهيت عشان يفهمها لنا، كأن احنا اتعمينا عن قيمة الدنيا ما قدناش عارفين، قدنا متلان الدنيا دي حاجة لها قيمة وهي لا يوجد لها قيمة على الاطلاق. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. ياه، يعني لو جبت طبق كده وقلت لك مد بقك كل وفي بهيمة بتاكل معك في الطبق، ايه 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 الحقارة دي؟ ما هي الكرة الارضية طبق، احنا والانعام بناكل من هذا الطبق الكبير. كأن ربنا بيقول لك فوق لحقرت الدنيا، فوق مفيش حاجة تستاهل، لا البنت تستاهل ولا الشهوة تستاهل ولا الجدي الاسكي يستاهل ولا جناح البعوضة يستاهل، مفيش حاجة من كل ده تستاهل والله يا جماعة. ولولا ان يكون الناس امة واحدة
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ربنا بيقول ان لولا ان الناس كلها كانت كفرت كان ربنا خلى كل واحد كافر اداله كل النعيم اللي في الدنيا. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. السقف يبقى فضة ومعارج عليها يظهرون اسانسيرات في البيوت بتاعتهم ولبيوتهم ابوابا يعني مش شقة ليها باب ولا بابين ده قصر له باب كتير. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة ذهب زي ما انت عايز تقول. وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لما يعني ما هوش حتى ما حصل متاع الحياة الدنيا. ما هو في واحد معاه فلوس كتير جدا وعايش تعيس. وفي شاب ماشي ورا ميت مع بيت بنت وعايش مكتئب ولولا الفضيحة كان راح اتعالج عند دكتور نفساني. وفي واحدة شديدة الجمال وعايشة تعيسة في حياتها. هو اجمل واحدة في مصر. هي اسعد واحدة في مصر. لا طبعا يا جماعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة والسلام على رسول الله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. يا الأرض القبيحة ده الدنيا القبيحة ده اتمكيجت بقى يا جماعة اتمكيجت
ما هو لولا المكاره بتاعت الدنيا ما كناش وقعنا في الفتن بتاعتها. تلاقي الشاب ماشي لابس لبس غريب ولابس بنطلون عجيب ولابس جزمه شكلها ولونها غريب جدا ولابس ساعه شكلها عجيب وعامل قصه شكلها يعني ايه يا ابني ده القصه ده اللبس بتاع فلان الفلاني فلان الفلاني مين يا ابني. وتلاقي مغنيه مشهوره جدا والله يا جماعه لو غسلت وشها ومشت في الشارع يعني اعتقد ان يعني لو لبست حتى والله حتى ما اتحجبت ما حد هيبص لها. المكياجه بتاعت الدنيا دي هي اللي فتنتنا. المكياجه بتاعت كل شيء. الشيطان مكيش لنا كل حاجه وفي الاخر الشياطين تضحك علينا. لما ابليس يبعت سرايا بتاعته لانها حرب بيننا وبينه ويجي الشيطان يفتن شاب من الشباب يرجع لابليس يتنضر عليه يقول له تصدق ان انا لبسته سلسله؟ قصدك لبستها سلسله؟ لا لبسته ابو شنب ودقن لبس سلسله. لبس سلسله وما عادتش دقن ده عادت حته بتاع كده بيسموها سكسوكه كمان. امال ايه؟ يقول له معقول انت عملت كده؟ معقول عملت كده ولبست الاولاد لبس البنات والبنات لبس الاولاد والعمليه بقت يفضل مضحكه. يقول ان هو مكيش المعاصي ما كانتش الناس وقعت فيها. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها لقينا علاج للايدز ولقينا علاج للسرطان ولقينا علاج للالتهاب الكبد الوبائي وعرفوا يخترعوا مباني تقاوم الزلازل وتقاوم البراكين وتقاوم الهزات الارضيه. اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. تيجي الاباده بقى من عند ربنا. انتوا فاكرين انكم هتتمتعوا بيها في معصيتي ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ انتوا فاكرين انكم هتسبقوني؟ لو اتمتعتوا بيها في معصيتي بعد ما وصلت لها يبقى انتوا سبقتوني. اول ما هتحسوا انكم تمكنتوا قبل ما تمدوا ايديكم وتيجوا تخطفوا الثمره هتباد الارض بما عليها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. فكر يا اخي ال 450 جرام اللي جوه جمجمته دول شغلهم شويه. الشاب تيجي تقول له يا اخي سيب يقول لك ما اقدرش. يا اخي ده انت لو قعدت تفكر شويه هتلاقي ان اللي هيحصل فيك لو ما سبتش اشد مليون مره من التعب اللي هيحصل لك لو سبت. عايزين نفكر شويه يا جماعه. في ناس حساباتها صح يا جماعه. ابو بكر الصديق لما جاب كل ماله وحطه قدام النبي لما الدين احتاج حسابها صح. ابو بكر الصديق لما الرسول قال من عاد منكم اليوم جنازه قال انا يا رسول الله. من زار منك عاد اليوم منكم مريضا انا يا رسول الله. من تصدق اليوم صدق انا يا رسول الله انا يا رسول الله انا يا رسول الله. ولو كان الرسول زود كان سيدنا ابو بكر زود. ده بعد كلام سيدنا ابو بكر كان فاهم ان الدنيا دي ما تستاهلش ان لحظه واحده تعدي من غير تحصيل طاعه الله ومن غير تحصيل الطريق الى الجنه. امال ايه يا جماعه؟ واحد فاهم واحد حسابها صح زي الصحابي بالظبط اللي لقى ان اربع خمس تمرات خساره ان انا ضيع دقيقتين في الدنيا دي في اكل التمر اجري وانطلق واموت شهيد عشان ادخل الجنه حسابها صح. زي الصحابي اللي ليله دخلته يقال حي على الجهاد يسيب سخته ليله الدخله ويجري يجري ينطلق الى نداء الله يدوس تحت جسمته اكتر شهوه موقعه الشباب في القرن العشرين يدوس تحت جسمته اي دنيا عشان امر الله سبحانه وتعالى. هي دي الناس اللي حسابتها صح. انما ابو طالب وهو بيموت ورسول يقول له كل كلمه اشفع لك بها عند الله كلمه انقذ مصيرك بكلمه كلمه واحده. وابو جهل يقول له على مله عبد المطلب فيقول وهو يموت بل على مله عبد المطلب. حسبها غلط بس حسبه ضيعت له مصيره كله. حسبه خلته خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. مش عايزين نحسبها غلط يا جماعه. مش عايزين في مصيرنا نحسبها غلط. احسبها غلط في شهادتك. احسبها غلط في وظيفتك. احسبها غلط في جوازتك. احسبها غلط في اي حاجه نحسبها فيها غلط. انما مصيرنا لا يا جماعه. الامر لا يحتمل ان احنا نحسبها فيها غلط. الدرس بتاع الليله انا عايز اوصل منه لثلاث كلمات. ثلاث كلمات. الكلمه الاولانيه اوعى تتاخر. اوعى لما تدعى الى الله تتاخر لحظه. اوعى لما تدعي الى الله او الى اي امر من اوامر الله تتاخر لحظه. اوعى يا جماعه. سيدنا عبد الله بن رواحه في غزوه مؤته زيد بن حارثه تقدم رفع الرايه اتقتل وقع مسكها جعفر بن ابي طالب اتضربوه 50 طعنه لغايه ما واحد من الروم جابه نصين بعد ما اتقطعت ايده اليمين ومسكها بايده الشمال اتقطعت الشمال مسكها في رقبته لغايه ما 50 طعنه خدها ونزل شهيدا رضي الله عنه سيدنا جعفر بن ابي طالب. سيدنا عبد الله بن رواحه لان هو اللي مسؤول ان يمسك الرايه فوقف لحظه واحده بس يفكر خايف ان هو لو مسكها يتقتل زي ما اتقتلوا قبله.
واحد يحاول ان هو يجهد في نفسه ويقول لها اقسمت يا نفسي لتنزلن، اقسم بالله عليك يا شيخة الالتباس، اقسم بالله لانت ملتزمة، اقسم بالله لانت قايمة الليل، اقسم بالله لانت لابسة حجاب شرعي. يا جماعة اقسموا على نفسكم يا جماعة، يا جماعة احنا ما نستحملش لسعة من لسعات جهنم، لسعة واحدة من لسعات جهنم. اقسمت بالاقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن او لتكرهن، لو ما نزلتش غصبا عنك هكبرك انك تنزلي. امال توديني في داهية؟ امال توديني جهنم؟ امال توديني في تابوت من الجمر في قبري؟ لتنزلن او لتكرهن، ما لي اراك تكرهن الجنة. حد يقرأ الجنة؟ انا ما بكرهش الجنة والله. امال لما دعيت للالتزام ما التزمتش ليه؟ ده انا بس يا اخي الكريم، اللي بيحب حاجة بيحب الطريق ليها. الشاب وهو رايح المصيف طول الطريق بيبقى فرحان، وايام الشتاء من الذكريات الجميلة اللي بيفتكرها وهو مسافر في الطريق. فالطريق الى الجنة جميل زي الجنة. لو انت بتحب الجنة هتحب الطريق للجنة، انما معنى انك مستثقل الطريق للجنة انك انت بتكره الجنة. ما لي اراك تكرهين الجنة. فعايزين يا جماعة سيدنا عبد الله بن رواحه يفيد يتأخر لحظة وامسكها واستشهد وعمل بطولات عظيمة في هذه الغزوة، ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت الثلاثة اللي هما سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله على سرر في الجنة الا ان سرير عبد الله بن رواحة فيه ازورارا، يعني مايل شوية كده، مايل شوية عن السرير بتاعته، يعني عشان لحظة تردد، عشان لحظة تردد فيها. يبقى انت تتردد ليه؟ الملتزم اللي بيدعى الى قيام الليل والا صيام النهار يتردد ليه؟ والغير الملتزم اللي بيدعى لحضور الدروس وسبعة شرائط والالتزام وترك المعاصي يتردد ليه؟ والبنت اللي بتدعى الى النقاب او الى الخمار بتتردد ليه؟ احنا بنتردد ليه يا جماعة؟ كل تردد بنتردده نقص في اجرنا، كل تردد بنتردده فجوة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تتأخر، اوعى تتأخر لو دعيت. الحاجة التانية، ايقن ان مفيش حاجة تستاهل في الدنيا انك تقضي فيها اي ذرة مجهود الا تحصل الجنة والله العظيم. هي دي الحياة الحقيقية. والنقطة التالتة، ايقن ان مفيش شهوة في الدنيا كلها تستاهل انك انت تغضب ربنا بيها. مفيش يا جماعة. يا جماعة تدبروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بانعم اهل الارض، يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل الجنة، فيغمس غمسة في وهو من اهل النار، يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار فيغمس غمسة في النار. يعني كان ملك، ملك من الملوك، واتغمس غمسة في النار، ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. يعني كل نعيم الدنيا ده ما يستاهلش غمسة واحدة في النار. ايه اللي يستاهل؟ ثم يؤتى بانعم ويؤتى بابأس اهل الارض وهو من اهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ويقال له هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب. يا جماعة بكلمكم عن حياتنا الحقيقية، بكلمكم عن الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي حياتنا الحق وحقيقي، مش الوهم اللي احنا عايشين فيه. احنا جوه لجنة امتحان ليس اكثر يا جماعة. والطالب اللي هيضيع دقيقة واحدة في اي لعب ولا لهو غير الاجابة هيبقى انسان غافل، هيبقى انسان لاهي، هيبقى انسان ضاع وقته. ومش عايزين ساعة ما تيجي تتسحب مننا الورقة في لحظة الموت نبقى ماسكين ومكلبشين فيها واحنا بنبكي وعارفين ان الورقة دي لما هتتصحح مش هيبقى التصحيح في صالحنا ابدا. يعني درس الليلة كان يعني 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 كما هو واضح الفكرة بتاعته، مفيش حاجة تستاهل يا جماعة، مفيش حاجة تستاهل والله. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى من باب المعونة على طاعة الله، من باب ان احنا نتواصل طاعة الله، جدول العبادة هو موزعينه عليكم. انا الليلة حرصت ان الدرس ما يبقاش يعني ان شاء الله من اول المرة الجاية هبدأ سلسلة العبادات باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا مستمرين في الشحن برضو، لن نترك ابدا الشحن الايماني والكلام الايماني والكلام الوعظي، ولكن هنبدأ سلسلة العبادات. السلسلة ديت اللي هيمشي فيها ويجتهد فيها ان شاء الله هتبقى فتح عليه في ايمانه وفتح عليه في التزامه باذن الله سبحانه وتعالى. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا فيها باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني عايزين يا جماعة نشد يا جماعة جدول العبادات ده يا جماعة، ده يعني يعني خطوة اولى في علاقة جادة مع الله سبحانه وتعالى. الجدول لو انتوا بصيتوا يعني هتلاقوا ان احنا كاتبين فيه ان هو صورة من صحيفتك اللي هتتعرض على الله اسبوعيا. شوف انت عايز صحيفتك يبقى شكلها ايه بقى، ومكتوب فيه انك انت لو نجحت فيه الله سيقول عليك من فوق سبع سماوات تعمل عبد.
الجدول متقسم 7 عبادات: الصلاة جماعة، تكبيرة الإحرام طبعا بالنسبة للنساء الصلاة في أول وقتها، السنن الرواتب 12 سنة 12 ركعة رواتب، يعني انتوا عارفينهم واللي مش عارفهم يسأل عنهم أي أخ من الإخوة اللي موجودة، أذكار الصباح والمساء، الصدقة، قراءة الورد اليومي من القرآن. أهم حاجة في ورد القرآن مش كميته، أهم حاجة إنك أنت تكرر كل آيات الجنة والنار اللي بتقرأ، وتكرر كل آيات عظمة الله اللي بتقرأ، عايزين قلبنا يخرج مشحون من قراءة القرآن. قيام الليل ده طبعا قدر ما تستطيع ثبت لنفسك اللي تقدر عليه، ركعتين مثلا قيام ليل وثلاثة وتر، 4 قيام ليل و3 وتر، 8 قيام ليل و3 وتر، حسب قدرتك وعلى حسب قدرتك حاسب نفسك. برنامج الشحن، حضور الدروس وسماع شريط اليوم وحفظ القرآن، يعني اليوم اللي هتحضر فيه درس ممكن ما تسمعش شريط، بس لو سمعت شريط هيبقى احسن، هيبقى احسن. يعني على قد ما نقدر يا جماعة نركز في برنامج الشحن لانه اهم من برنامج العبادة. وحفظ القرآن، بالنسبة لحفظ القرآن، يعني كل ما اسأل واحد انت بتحفظ قرآن يقول لي لا، او كنت بحفظ وبطل، يعني معظم بحفظ قرآن. يعني في تحفيظات كتير جدا يا جماعة، في تحفيظ في مسجد الصفا، وفي تحفيظ في مجمع الرحمن، وفي تحفيظ في مسجد السلاب هنا، على ايد شيوخ يعني مش هتلاقي زيهم بره على الاطلاق. فانا مش عارف، يعني اعتقد ان التحفيظ هيبدأ جديا ان شاء الله من اول بكرة، تحفيظ السلاب اللي هنا. فانا مش عارف يعني موقف الشباب ايه بالظبط، انتوا مش مصدقين ان حفظ القرآن بيقربنا من ربنا؟ مش مصدقين ان هو هيثبتنا في طريق الدين؟ ولا مش مصدقين ان هو يعلينا؟ يا جماعة دي البداية الصح يا جماعة، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والمجموع من 100 درجة، تحت مكتوب في دايرة اضف لنفسك 20 درجة عند توزيع شريطين اسبوعيا. لو وزعت الشريطين في اول الاسبوع او في وسط الاسبوع، حط لنفسك 20 درجة في كل الايام. ليه؟ لانك انت الشريطين دول انت قاعد في بيتك وهم قاعدين يتشغلوا، سواء اديتهم لواحد بتاع ميكروباص بس تقول له على شرط انك تشغله، سواء انك انت زي ما بد مصاحف وقال لك على شرط انك تشتغل طول الاسبوع، ادي له الشريط وقول له على شرط انك تشغله طول الاسبوع، يبقى انت كده ضمنت ان الشريط بتاعك شغال طول الاسبوع ويوافق. فيعني عشان يبقى لنا جهد في الدعوه يا جماعه، يبقى لنا جهد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. مكتوب زياره اصحابك القدماء واهداهم شريط او كتيب ولو مره واحده اسبوعيا، يعني حته في غايه الاهميه، في غاية الأهمية. أنا مرضتش إن أنا أكتبها في عناصر الجدول عشان ما أشقش على بعض الناس، إنما يعني على الأقل يا أخي واحد من أصحابك القدماء زوره مرة أو مرتين في الأسبوع، حاول معاه. إيه المشكلة إن إحنا يبقى لنا جهد في الدعوة إلى الله؟ الجدول ده يتصور 10 نسخ، كل واحد يتصور 10 نسخ، 5 نسخ تعينهم معاك عشان تعمله كل أسبوع، يعني إحنا مش هنوزعه كل أسبوعين، عشان تعمله كل أسبوع إن شاء الله، و5 نسخ توزعهم على أصحابك عشان يبقى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله باذن الله انا معايا 3 مصاحف. انا مش عايز اقول لكم مين اللي هيقوم الليل ومين اللي هيعمل ومين، لا احنا مش عايزين حاجة يعني ايه تبقى حاجة ثابتة كل اسبوع، هو 3 مصاحف بالعدد. بس الموضوع بتاع الاسبوع ده صعب جدا جدا. في حاجة اسمها اسبوع التحدي، عارفين اسبوع التحدي؟ اسبوع التحدي ده صورة مصغرة من حياة اسبوع من احد الصحابة، يعني الصحابة لو جينا نشوف عبادتهم في اسبوع هنلاقي ان يعني صورة قريبة من الصورة اللي احنا هنقولها، ان لمدة الاسبوع اللي جاي ده كله كل يوم يتقري 3 اجزاء من القرآن. طبعا الكلام ده مش للجميع، ده انا اللي هياخد المصاحف دي واللي عايز يقلبهم. كل يوم لمدة اسبوع يتقري 3 اجزاء قرآن، ويتصلى بعد العشاء مباشرة 11 ركعة قيام ليل. ال11 ركعة لو هتقرأ فيهم قرآن هتقرأ من ال3 اجزاء، يعني لو عايز تخلص ال3 اجزاء في ال11 ركعة انت حر، عايز تخلص جزئين بالنهار وجزء منهم في قيام الليل انت حر، عايز تخلص ال11 ركعة من غير ما تقرأ فيهم قرآن من ال3 اجزاء انت حر. يبقى 11 ركعة بعد صلاة العشاء قيام ليل، بعد صلاة العشاء، محدش يقول لي قبل الفجر يصحى الظهر، احنا بعد صلاة العشاء على طول. يبقى 3 اجزاء قرآن و11 ركعة قيام ليل بعد صلاة العشاء، و5 فروض تكبيرة الإحرام لا تفوتك في المسجد في ال5 فروض، والسنن الرواتب ال12 يتصلوا معاها. يبقى تكبيرة الإحرام في ال5 فروض ولا تفوتك السنن الرواتب، و500 مرة على الأقل استغفار يوميا، على الأقل 500 مرة بس بصيغ مختلفة، مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا بكل صيغ الاستغفار. حد يا جماعة ياخد مصحف ويطبق الجدول ده الاسبوع ده؟ لا اله الا الله، احنا عايزين يا جماعه نص المصحف نص المسجد يرفع ايده، معقول يا جماعه ما فيش غير 7 8 اللي رافعين ايدهم؟ طبق البرنامج. طيب اتفضل خد المصحف. لا 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 ما ينفعش الكلام ده يا رجاله، الركن اللي هناك ده كله كده ما فيش خالص. لا اله الا الله، والركن اللي هنا ده تطبق
ان شاء الله. طيب تفضل ابن نوف. مفيش حد من ورا؟ لا من ورا بقى. طب الراجل ده في رفع ايده من اولها بقى فانا مش اتفضل يا اخي جزاكم الله خير. فيعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان يعني ان يعيننا على طاعته وان يثبتنا على طريقه انه ولي ذلك والقادر عليه. ومره اخرى فصيله ايه بموجب ايه بموجب في يعني اهل المريض قدام المسجد يا جماعه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني صعب جدا ان ما يكون في الشباب او البنات دول ما فيش حد ايه بموجب يعني. فيا ريت اللي ايه بموجب يتورع. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الموقع بتاعنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خلاص اتفتح، وان كان لسه ما كملش المشاريع بتاعته فالا انه خلاص بفضل الله اصبح يعني ايه في جزء من الحاجات اللي فيه موجود وموجود عليه الشرايط بتاعتي كلها. يعني اللي عايز ينزل يفرغ ينزل الشرايط عنده ينزلها من الموقع. الموقع يا جماعه سهل جدا جدا يعني يعني تدخل عليه ثانيه واحده www. كل المواقع اللي في الدنيا كده ويتو الله الطريق الى الله، بس تو مش تي او تو اتنين ويتو الله .com. في حاجه صعبه؟ يبقى www.waytoallah.com. الموقع بفضل الله موجود عليه كمان شرايط الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ما اعرفش كانت نزلت ولا لا لغايه دلوقتي، موجود عليه شرايط بقى للشيخ محمد حسان، ويعني هتلاقوا عليه حاجات جميله ان شاء الله، وان شاء الله نعمل عليه افكار غايه في الروعه باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اما ربنا سبحانه وتعالى بس ييسر كده الواحد يفضى شويه باذن الله. يعني يعني جدول العباده بوثقه بيه امانه في رقبتكم امام الله سبحانه وتعالى. وحفظ القران يعني اللي ما بيحفظش خلاص بقى يعني يبقى معانا هنا في المسجد ان شاء الله، يعني خلاص اللي مش هيحفظ يبقى يجي ان شاء الله. والموقع باذن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم ان شاء الله هيبقى فيه كل اسبوع حاجه جديده وحاجات جميله جدا ان شاء الله. وهنعمل على الموقع دوره علميه وهتبقى دوره جميله ومسابقه جميله ان شاء الله، ولكن الكلام ده ايه يعني لم ياتي وقته بعد. اني داع فامنه. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا، وعلى طاعتك اعنا، وعلى قيام الليل اعنا، وعلى صيام النهار اعنا، وعلى ذكرك اناء الليل واطراف النهار اعنا، وعلى تلاوة القرآن اعنا، وعلى حفظ القرآن اعنا. يا رب اعنا على طاعتك ليلا ونهارا، يا رب اعنا على طاعتك سرا وجهارا، يا رب املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا بك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اجعل في دينك اجتهادنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتطهر بها قلوبنا وتطهر بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. تب علينا توبة ترضى بها عنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، اسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا. يا رب انر لنا قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، اقمنا على دينك، اقمنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا. يا رب ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك، يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك. اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب اعنا على انفسنا، يا رب
ايما عبد منا او امة منا له ذنب لا يقدر ان يترك فاعنه على تركه يا رب العالمين. وايما عبد منا او امة منا في قلبه شهوة لا يقدر على علاجها فطهر قلبه منها يا رب العالمين. يا رب تب علينا من الخطايا ومن الشهوات ومن الشبهات. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.